أجدادكم أتوا إلى هنا، بعضهم عادوا على أقدامهم والبعض الآخر عاد داخل توابيت. تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام حشد جماهيري بمناسبة مرور 104 أعوام على حملة الدردنيل أو ما يعرف بمعركة جناة قلعة التي خاضتها الدولة العثمانية ضد أوروبا. تصريحات تهدف إلى تهديد واستعداء الغرب بحثا عن مكاسب سياسية داخلية. تصريحات أردوغان تأتي قبيل الانتخابات المحلية المزمعة نهاية مارس الحالي، فجاءت على سبيل الدعاية والاستهلال المحلي، لكنها في حقيقة الأمر تحمل كل معاني الاستعداء والاستعلاء، وتتسق تماما مع النبرة العنصرية التي يستخدمها أردوغان دائما في خطاباته، نبرة عنصرية طالت الجميع بلا تفريق بين عرق أو دين أو جنس أو نسب، وكأن أردوغان يعيش على التعالي على الآخرين. تصريحات أردوغان الاستعلائية الدائمة طالت سابقا الدول العربية التي يرى فيها أردوغان مجرد تابعا للإمبراطورية العثمانية المنهارة، في نبرة تحمل الكثير من العنصرية لا يكشف الوجه الحقيقي القبيح للرئيس التركي. Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın. Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın. عنصرية أردوغان طالت أيضا الأكراد، ولعل التدخل العسكري التركي في شمال سوريا خير دليل على ذلك. فالرجل يبحث عما اسمه استئصال الأكراد من المنطقة، ويهدد في شمال العراق بمنع الدواء والغذاء والماء عنهم، في تصريحات تعيد للأذهان إجرام الإمبراطورية العثمانية في مذابحها ضد الأرمن. Bir vanayı kapadığımız anda iş bitti. Bütün geliri, meliri hepsi ortadan kalkıyor. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek, giyecek bulamayacaklar yani. Böyle bir duruma girecek. Ve niye? أردوغان الذي طالما تباكى على أطلال الماضي لا يترك مناسبة إلا أقحم فيها الإمبراطورية العثمانية الزائلة، محاولا تبني مظاهر وتجليات الإرث العثماني، مدعيا في الوقت ذاته تفوق أيديولوجية جماعته الإخوان الإرهابية على الآخرين، في تشابه واضح مع الفكر النازي المتطرف الذي تبناه هتلر في أوروبا. تلك النبرة العنصرية لم تتوقف عند الخارج، بل طالت الداخل التركي، فأردوغان يتعمد تأجيج التوترات العرقية بين الأتراك، وهو ما بات واضحا في التفرقة بين أبناء الشعب التركي ووصفه للأكراد من أبناء الجنوب بالانفصاليين. أردوغان يصف التطلعات الكردية إلى الديمقراطية والحرية باعتبارها التهديد الأكبر الذي يمس تركيا، فيما يقمع أنصار حركة الخدمة التابعة للمعارض التركي عبدالله جولن ويصفهم بالإرهابيين، فكل من يعارض الرجل وحزبه وجماعته هو إرهابي أو كافر غير مؤمن. أردوغان يتقمص دور السلطان العثماني المزعوم الذي يضرب بتهديداته يمينا ويسارا وشرقا وغربا بحثا عن مكاسب سياسية ودعاية انتخابية، ناسيا أو متناسيا أن تصريحاته العدائية الاستعلائية هي العنصرية بعينها، وتهديداته المتكررة هي الإرهاب بحد ذاته، لتنكشف حقيقة الرئيس التركي ونظامه العنصري التوسعي.